إذا انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حلف الناتو لعدم دعمه القوات التركية في حملتها العسكرية بمنطقة عفرين. وقال في كلمة ألقاها أردوغان خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية، قال إن الحلف يقف موقف المتفرج إزاء التهديدات التي تتعرض لها الحدود التركية جراء الأحداث في سوريا. يشار إلى أن الرئيس التركي وجه أمس دعوة إلى الناتو من أجل التدخل عسكريا في سوريا والمساعدة في حماية الحدود التركية ممن وصفهم أردوغان بالإرهابيين.